بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه أننا قد نشرنا حلقات في حلقات سابقة مواضيع بالصورة بدون صوت، وذلك بخلل تقني لم ننتبه له، لذا ارتأينا أن نعيد نشر هذه الحلقات أو هذه المواضيع بالصورة والصوت. إذن فمع الوضعية الأولى، التحليل الكهربائي البسيط، وهذا بالنسبة للمادة وتحولاتها لمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط. مع هذه الوضعية مباشرة يقول: نجري عمل التحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم. أولا اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول، ثم سمي المسريان A و B، ثم بين جهة حركة الشوارد المكونة للمحلول. ثالثا صف بشكل علمي ما يحدث داخل الوعاء، ثم عبر عن هذا الذي يحدث بمعادلات كيميائية نصفية، ثم معادلة إجمالية لهذا التحليل الكهربائي. إذن فبدون إطالة مع الإجابة على هذه الأسئلة، فالصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص هي PB2 زائد زائد 2 Cl ناقص. إذن هذه هي الصيغة الشاردية للمحلول. ثم يقول: حدد بين جهة حركة الشوارد المكونة للمحلول. إذن فهنا في هذه التركيبة شوارد الرصاص الموجبة تنجذب إلى المهبط، تنجذب إلى المسرى A، يعني إلى الإشارة المخالفة له، في حين أن شوارد الكلور السالبة تنجذب إلى المصعد. إذن هناك حركة مزدوجة، الشحنات السالبة هذا اتجاهها نحو من اليمين إلى اليسار، والشوارد الموجبة من اليسار إلى اليمين. هذا بالنسبة لاتجاه الحركة. نسمي المسريان A و B، فالمسريان في الأصل متماثلان كلاهما من الفحم أو الجرافيت، ولكن سيتمايزان ويأخذان اسميهما انطلاقا من القطب المجاور لكل مسرى. فنلاحظ أن المسرى A هو مجاور أو متصل بالقطب السالب للدارة الكهربائية فيسمى المهبط، والمسرى B المجاور للقطب الموجب أو المتصل بالقطب الموجب فيسمى بالمصعد. إذن فهذه هي كيفية التسمية. ثم بعد ذلك نصف وصفا علميا ما يحدث لداخل هذه الدارة أو في الوعاء عند غلق الدارة الكهربائية. إذن عند غلق الدارة الكهربائية يحدث ما يلي: أولا على المستوى العياني نلاحظ تصاعد غاز بجوار المصعد، عند الكشف عن هذا الغاز يتبين أنه غاز الكلور، و عند المهبط نلاحظ ترسب عدن رمادي اللون هو الرصاص. إذن بعدما وصفنا عيانيا ننتقل إلى الوصف المجهري. كيف نفسر ذلك مجهريا؟ يعني من أين جاء غاز الكلور ومن أين جاء معدن الرصاص؟ إذن فانجذاب الذي يحدث عند المصعد تنجذب شوارد الكلور بفعل القوة الكهربائية. إذن فالمصعد موجب وشوارد الكلور ساربة فيجذبها نحوه. ماذا يحدث؟ كل شاردة كلور تتخلى عن الإلكترون الفائض الذي هو في الأصل ليس لها، تتخلى عنه وبالتالي تتحول إلى ذرة كلور. هذه الذرة لا تستطيع أن تعيش بشكل منفرد، إذن فتتحد، يعني تحدث قوة تجاذب كهربائي كذلك بين كل ذرتين متماثلتين من الكلور. إذن فتتحد ذرة الكلور وتشكلان جزيء الكلور، هذه الجزيئات تتصاعد في شكل فقاعات غازية، وذلك وفق المعادلة التالية. قال: نمذج بمعادلة نصفية. إذن فالذي قلناه هذا هو التعبير العلمي أو المنمذج له بمعادلة 2 Cl ناقص تتحول إلى جزيء كلور Cl2 بعدما تتخلى عن إلكترونين لفائدة المصعد. الآن عند المهبط يحدث الأمر العكسي، فكذلك المهبط بحكم أنه له قوة كهربائية سالبة
يقوم بجذب شاردة الرصاص الموجبة، حينما تنجذب إليه فإنها تأخذ منه الإلكترونين الناقصين، يعني شاردة الرصاص منقوصة بإلكترونين، تظهر عليها شحنة 2 زائد، إذن فهي ينقصها إلكترونان، تأخذهما من المهبط وتتحول إلى ذرة. يحدث ذلك لجميع الشوارد، شوارد الرصاص الموجودة في المحلول، فبالتالي تتحول إلى ذرات وتترصب على شكل معدن على المهبط، وذلك وفق المعادلة النسبية التالية. إذن بي بي 2 زائد يعني شاردة الرصاص الثنائية تكتسب، لاحظ هنا، تكتسب تأخذ إلكترونين من المهبط متحولة إلى ذرة الرصاص. الآن المعادلة الإجمالية هذا التحليل هي بالصيغة التالية. إذن لدينا محلول كلور الرصاص بي بي 2 زائد زائد 2 سي ال ناقص يتحول إلى ذرة أو معدن الرصاص بي بي صلب زائد سي ال 2 أي غاز الكلور الذي يتصاعد. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، وإلى الملتقى في الحلقة الثانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.